أو إنه يصرف علينا شهرياً، واخترنا نروح الدار. إحنا لينا في زين العطار زيك بالظبط، ويمكن أكتر كمان. أبوك ليه جمايل كتيرة قوي في رقبتنا، ونفسي يجي اليوم اللي رد فيه جميل واحد من جمايله علينا. إيه يا إتش، أنت بردان ولا إيه؟ لا، أصل الشتا شكله قرب. اقعدي اقعدي يا ريهام، اقعدي. بتعمل إيه؟ قاعد بلعب. خلاص بقيت بتحب تلعب مع نفسك؟ ولا بتهرب لحسن خايف أكسبك زي زمان؟ الدور ده أصله صعب عليك يا ريهام. حاسب على كلامك يا إتش، وبعدين الجيم ده باين عليه سهل وخلصان يعني. هو بقى سهل وخلصان، بس بعد ما اتعمل وراه شغل كتير قوي. شوف يا ريهام، الشطرنج ابيض واسود، حتت كبيره ملهاش اي لازمه غير انها بتحمي الملك. مش مهم تخسر قد ايه، ومش مهم تاخد وقت قد ايه، المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم ياكلك. أهم حاجة تضرب تحصينات الخصم، ما تخليش أي حماية في ظهره. بعد كده خليه ياخد خطوته، وخليه يفهم انه ممكن يكسب. العربيات وصلت، انت في عربية ولا في عربية؟ يلا يا ابني بسرعه، انت هو. الحمد لله على سلامتك يا ابن العطارين، كنت متاكد انك جاي. بعدها تحرك له قطعه ما كانش يتخيل انك ممكن تحركها له دلوقتي. وقف عندك يا زكريا. زكريا، انتوا جايين لنا بقى؟ شفت؟ السلاح فين؟ انا معيش غير سلاحي الشخصي اهو، وده مرخص، والسلاح اللي مع الرجاله وبرضه مرخص، مترخص من الداخليه، من ظباط زيك بالظبط يا باشا. قولوا لي ايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط عشان اساعدكم. بقول لك يا زكريا، السلاح هيتجاب هيتجاب، بس ساعتها هتدور على اللي يساعدك مش هتلاقي. بس ده مش كفايه، لازم تستغل ان في قطع عندك
بتعرف تنط تحركها فجأة تربك الخصم. ولازم قبلها تشل أهم قطعة قبل الملك، الوزير. دلوقتي خصمك شبه وقع وخسر قطع كتير، بس ما خسرش الدور عشان لسه معاه الملك. أهم حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، وإن هو أقوى منك، وإن كل القطع اللي أنت كسبتها كانت مجرد صدفة. ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة ويأكل أول حاجة يلاقيها في وشه. بس الحقيقة هي قطعة ملهاش لازمة، مجرد عسكري انت مضحي بيه. قفل يا ابني المداخل والمخارج. عشان يبقى في الآخر كش ملك.